انا عطاني سيد القريم ديالي وديال راجلي تقطعت لي يده قرطاسه، وعدي الولد معها وعدي 12 نفس، وخذوا لي حقي من شي المحكمه ولاو يحبسوني ما خلونيش ندخل، عطاو عليا الفلوس في المحكمه دابا راه وقفت وما بغاوش يعطيوها لي، حطوها لي خذنا ما بغاوش نمشي، يقول لي غدا 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 ما بغاوش يعطيني المحكمه، ما بقات تبغى تعطيني المحكومه بالصالح ديالي وما بغاوش يعطيوها لي، اللي في المحكمه هما اللي تعداو عليا ما بقاوش تبغاو يعطيوها لي. امانتي امانتي انا مذوقه فيكم وفي سيدنا الله ينصرك اللي عطاني، سيدنا اللي عطاني، سيدنا الله ينصر، الله ينصر، الله ينصرك، سيدنا اللي عطاني، سيدنا، سيدنا اللي عطاني، سيدنا، سيدنا اللي عطاني، عاش سيدنا الله ينصرك. امتى عطاني؟ في 10 سنين دابا راه تحكمت مرة رجع لها حد المحكمة، عيطوا في المحكمة وراه تحبت دابا وراه في راه في المحكمة ما بغاو تيري غدا، تيري غدا باغي يديوها ليا بأي طريقة في المحكمة ديال عين السلع، ديال عين السلع، ديال عين السلع، بالذات دابا عاد قرار وكلهم ناضوا ليا وناض ليا ذاك وناض ليا ذاك اللي في العزل تحت، خذ ليا الورقه باش تقرط ليا وقال ليا تيري ونكرني، وبداو يخدموا فيا وحبسوني، قالوا الفلوس حبسوها وما نبغي ندخل ولاو يحبسوني، واليوم عاش يا سيدنا، الله ينصر سيدنا.